السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. باسكو لي جوار تاعهم كلهم دي جوار يلعبوا في الاوروب كيما ليكيب تاع الجيرية، الناس ما فين يلعبوا في ستاد بعينيهم مغمدين البالون تمشي، يجيو لافريكاك تعرف شويه كاين لي كونديسيون سي با لا ميم شوز، لي كونديسيون تاع لافريك سي مش كيما لي كونديسيون تاع لي بي اوروبيان ولا لي بي اخرين تاع الامريكان ولا امريك دي سود ولا وين يكونوا لي كوب دي مون. انت تجيب واحد كيما زياش ملي كان في عمره 7 8 سنين 20 يلعب في الكازو يلعب في التيران ريغليمونتير ومليح، وواحد يجي تحطوا له هنا في انستاد والبالون ما يمشيش، والواحد كاين دي كيما يقولوا كاين دي بارامتر اللي ما يخليوهش يسكسبريم كيما يحب هو. وكذا المناخ يعني حتى الطبيعة والمناخ في افريقيا مش بس المناخ في اوروبا، النبخ في اوروبا معتدل والجو مليح، بار كونتر هنا في افريقيا الحرارة والجماهير والضغط، ضغط الجمهور يعني ضغط الجمهور يعني. والله يعني الملاعب الافريقية والملاعب في قطر اللي قدروا يلعبوا ويصلوا ديمي فينال مش كيف كيف، باسكو افريقيا واعره كما قلنا قبل، افريقيا واعره ياسر، مي في قطر كان عندها مونترينار يعرف ديجا جمال بالماضي، جمال بالماضي هو اللي يوصل هذه تاع نروحوا للكوب دي موند مش باه نحوسوا نوصلوا باه نوصلوا نديو التيتر، ثم جمال بالماضي حطها في لي زونترينار افريكان لي زونترينار عرب اللي لازم نقدموا لقدام لازم نوصلوا ما نروحوش نحوسوا، دار لهم لاجرينتا دي خشوا هما وكم ان انترينر عربي وحبوا يقدموا ووصلوا، عندهم ايكيب ملاح عندهم ايفيكتيف سافا قدروا يقدموا ويوصلوا. لا وقلت لك الملاعب ما تساعدش باش تلعب كره قدم في افريقيا، شفنا في الكاميرون شفنا ياسر كيما كوب دافريك تاع الكاميرون الاخره، ايماجيني ستاد ما تقدرش تكور فيه تلعب به ثلاثه لعبات ولا ربعه كات باس وربعه ضاح ما كانش، ما تقدرش تلعب بين جو تلعب غير لي بالونغ، مي في قطر شفتي كيفاه تلعب مليح لي تيران ملاح، باسكو كاين تيران يساعد وتيران ما يساعدش في الكره. والله صحيح هذه صح، المنتخب المغربي ديما يلقى صعوبه في البطوله الافريقيه ولا الدربي ما بين المغرب وما بين تونس وما بين مصر وما بين الجزائر يلقى صعوبات كبيره، ومع المنتخبات الدوليه لقي راحته، هذه ما نعرف ممكن مشكله نفسيه ولا هما مش مخصوصين ملاعبيه، بصح ممكن هو عامل بسيكولوجي اكثر. لي كونديسيون تاع لافريك ثم القوه البدنيه والواحد تلعب دور كبير، يعني المناخ هما مالفين في اوروبا مناخ زي، والمناخ في افريقيا يعني السخونه والرطوبه هذوما كل ياثروا. خويا سامحني، اللعب في الافريك مش اللعب كيما في الانترناسيونال، مش كيما تلعب مع فرنسا كيما تلعب مع الاسبان كيما تلعب مع الفرق هذه الافريقيه، انت شوف لي ستاد تاع الفرق الافريقيه دوما كيف ما، والجو يكون فريمون جو حار وما عندهمش يعني لو تيران المليح كيما حابهم يتالقوا لي جوار وكيف ما حابهم يلعبوا، انت لي جوار كيما حنايا الجزائريين ولا المغاربه ولا حتى عندنا في تونس كيف يعني قاعدين يلعبوا كل في البطولات تاع الخارج، اللي يلعب في لابلجيك اللي يلعب في فرنسا اللي يلعب في الاسبان اللي يلعب في لونجلتير، روح شوف لابولوز تما لو تيران كومون ايلي، وبار كونتر كي يروحوا لافريك كي تديهم الكاميرون شفتي عندنا صعوبات كي درنا الماتش الاخر هذاك تاعنا في التحكيم وفي قداء حاجه في حاجه، كان عندنا برشا مشاكل حنايا كانت عندنا تميتك في لي تيران تاعهم ومع الشعب تاعهم، وانت يا كاري في اوتيل يجي يدير لك الحس الافريكان تما، دونك عندنا ديما دي ديفيكولتي وعندنا مشكل، ونزيد نكررها ونعودها عندنا مشكل في التحكيم في لافريك، كيما انا البارح البينالتي تاع تونس هذيك راهي مش بينالتي، كيفاه السيد مسو طاح قلتو بينالتي، وين راح الفار وين راح التحكيم، انا مدي بيا ياخذوا بعين الاعتبار ويرجعوا امورهم ويشوفونا على فرط التحكيم، بقينا غير احنا الاخرين في التحكيم سبحان الله، سواء نحكي في التحكيم في الجزائر ولا في تونس ولا في المغرب سي بارتو لافريك راهم تحكيم هذا سي زيرو ولي بولوز، الحمد لله احنا يخدمنا يعني اللي استطعنا لاباس في الجزائر، تونس كيف كيف، المغرب كيف كيف، مصر كيف كيف، خدمين لي تيران تاعهم، بار كونتر لي زافريكان تحت عندك غير لافريك دو سود هي اللي نعرفها لي تيران تاعها ملاح،
من اخطيه. وحنا كي تديني انا البيين ولا تديني للطوغو ولا الكونغو ولا مالي ما عنديش فلوس حتى باش نجم نلعب معاهم ولا باش نكور كره نورمال. سي امبوسيبل. كدي لي ديفيكولتي لي تصرى المشكل تاع الكره في افريقيا. في افريقيا عندها جو تاعها دير ويلعبوا شويه بالخشونه شويه بزاف على هذه ظهر شويه، بس كي يلعب مع فرق اوروبيه وفرق عالميه يقد تكتيك يسهل له جو يو يدي نورمالمون. او خطر مش اللعب تاع جو افريكان وجو اوروبيان مش زي بعضها. جو افريكان دير يخافوا على روح مساقيهم، يخافوا هكا ما يمدوش واش عندهم كل الاسباب. انه المنتخب المغربي انا برايي الخاص دار كوب دي موند ملاحه، لعب شرف المغاربه كل. مع جو افريكان راح يكون صعيب عليها شويه، لي كونديسيون تكون صعيب عليها شويه. جو افريكان يختلف ياسر مع جو ما شو كيما راح يلعب مع ايكيب عالميه كيما راح يلعب مع جو افريكان راح يطيح مع ايوي. كيما يقول لك الملاعب الجمهور وكاين حالات لا اراديه. الكولاسه في الملاعب الافريقيه توجد كولاسه كبيره تحت الطاوله. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.